السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمله المرة اللي فاتت انا عملنا مع بعض فسيخ. انا قلت فسيخ لوحده مش هينفع، بقى نعمله حاجة جنبه. احنا هنعمله سردين النهاردة، هنملحه سردين. وطريقته سهله قوي، واحنا عشان ما ليش طول عليه فاحنا هنجيبه نص كيلو بس، يعني كميه صغيره، وهو ولا بياخد وقت ولا اي حاجه، وطريقته سهله جدا. يلا بينا نشوفه مع بعض الطريقه. ده كده ايه، حبيت اخلي السردين، انا مخليله فسيخ، وحبيت برضو ايه اعمل سردين جنبه، فجبت نص سردين لان احنا ما لناش طول عليه قوي. بص السردين انا ما بحبش السردينه الكبيره، السردين بصوا شكله جميل ازاي، اللي هو الصغنون دوت، سردينيه ماسكه نفسها بس صغيره وحلوه، والله صغيره بس ماسكه نفسها ازاي. الطبق دوت اللي هو الملح الخشن والكركم، الحبه اللي كانوا فاضلين من الفسيخ، قلت هعمل بيهم النص السردين، ولو احتجت ابقى اكمل. هجيب بقى كيسة نضيفة طبعا اهي، هقلب على ظهرها اهي برضو، اهي هجيب بلاستيكة، اهي بلاستيكة اهي، هقلب واحط. هو لو برطمان مش هعمل في الكيسة كده يعني، هو ايه عشان علبة محندقة شوية. هو لو برطمان اللي هو المطاول ده كده فأنا بحبه بصراحة البرطمان، لكن أنا ما عنديش دلوقتي فهتصرف مش هقف على حاجة. هناخده بقى حبة من الملح الخشن والكركم، حطهم كده في القعر، نوزعهم كده حلوين اهو، نحطه دي كده بقى على جنب. هنجيبه بقى السردين حبة حبة اهو، انا بقى مش عايزة احطه عشوائي، عايزة ارصه. بصوا السردينية، في ناس بقى بتعمل ايه السردين، لو السردينية كبيرة بيفتحوا الخياشيم بتاعتها زي الفسيخ ويحطوا ايه ويحشوا الخياشيم بتاعتها. انا ما بعملش كده بصراحه، انا بحب ايه كله كده زي بعضه يعني. دي بصوا اكبر منهم بس عادي يعني، هي وسط وكله هياخد حدود بعضه. في بقى ناس بتحب تحط شطه، يقولك الشطه دي ماده حافظه بتحفظه. انا شايفه انا قبل كده جربته بالشطه ما حبيتوش، حسيت ان طعمه في حميان، سنه حميان كده، فاللي عايز يبقى فيه سنه حميان يحط شطه، بس انا بقى ما حبيتوش بصراحه. فعشان كده بقى بعمل انا اعتمدت الطريقه ديت، هو الكركم والملح بس، هو الملح اللي عشان تمليحه ماده حافظه طبعا ليه، والكركم يعني. دي بصوا بصريه وحاجات كده بتتشال اهي، واحنا اهو مع بعضين من غير غسيل ولا حاجه. في ناس بقى بتاخد السردين او في الفسيخ، بتاخد الفسيخ ويغسلوا خياشيمه ويسيبوها يوم كامل. طب وعلى ايه يا جماعه وجع القلب دوت، ما احنا هنعملوها كده والله. في الاخر يقول لك ايه بقى، عشان ما تعملش ريحه، بيغسلوا الفسيخ البوري، السمك البوري خياشيم بتاعته، يقولوا عشان ما يعملش ريحة. طب والله هيعمل ريحة، في فسيخ ما بيعملش ريحة؟ مغسول ولا مش مغسول؟ ما هو بيعمل ريحة. فانا بقى ليه اتعب قلبي بقى واغسل وافضل بقى 24 ساعة ولا 12 ساعة عشان خاطر ايه، هو في الاخر هيطلع لي بريحة يعني. طب انا اعمله على طول. انا بقى ايه بقى، انا جربت كذا تجربة، واللي قال لي سيبيهم 40 يوم، بس ال 40 يوم دول ياما، بيخلوا الحاجة تحدق اول حاجة بتنشف. ثواني، انا الكمية الملح والكركم خلصت دولت، مش هيكفوا، هحط حبة وارجع لكم واكمل كلامي معاكم. بصوا انا هنا حطيت ربع كيس ملح
وشوية كركم، ب2 جنيه كركم. الأذان بيأذن بره العشاء، استنى بعد ما الأذان ما يخلص احتراما للأذان وبعد كده أكمل معاكم، أكون خلصت الكمية. هو كده يا جماعة عملت الكمية، وبرضه هرش من فوق بس كده اهو. وعادي برضو اتبقى مني حبة، عادي هشيلهم برضو عشان زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده في ساعة الفسيخ، انا ناوية ان شاء الله اعمل فسيخ بتاع العيد لو كده هينفعني. هنا بقى بنحط زيت، مش ياما يعني زي معلقتين كبار زيت. ليه بقى حطينا زيت؟ عشان الملح والسردين هينزلوا مية، فالمية هتعمل عفونة وهتطلع فوق، فاحنا عايزين مادة برضو تحفظها اكتر غير الكركم عشان برضو الحشرات وكده، فبنحطه زيت عشان ما يعملش اي حشرات ولا حاجة. اهم حاجة نعمله ايه بقى؟ كيسة. اهم حاجة نطلعوا الهواء من الكيس كويس قوي، اتاكدوا كده ان الهواء طالع. نربط الكيس بقى ربطه حلوه كده، نحطوه بقى كده، نغطي كده بقى يتحط بقى فوق الفسيخ. بس دوت بقى مش هيقعد ياما يعني، هو كبير وكده. انا ليه عملته بملح خشن؟ عشان الملح الخشن مش هياخد وقت، لكن في ناس بتعمله بالملح العادي، الملح العادي بيقعد مدة اطول. وكده يا جماعه خلاص نكون خلصنا السردين، واول ما يخلص هوريه لكم برده، هو مش هياخد وقت لانه معمول بملح خشن. هو هياخد من يعني اسبوع او اقل من اسبوع. هو برده اول ما يخلص هقول لكم اليوم اللي انا عملته فيه بتاريخ ايه، ويوم اللي هو خلص فيه كان ايه. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش تعملوا لنا لايك، ومتنسوش تشتركوا في القناة وعشان نكبر بيكم والقناة تكبر معاكم ان شاء الله. مع السلامة.